اوف زهقان 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 شو شكلك مشتاق للمدرسة؟ ايه والله اشتقت للمدرسة، اشتقت لها كثير. استنى استنى خليني سجلك، مش قادر اصدق. بعترف اني مشتاق للمدرسة، للصحاب، للمعلمين، للوظائف، لك حتى لدرس الرياضة، مشتاق لدرس الرياضة. اسمع انا بعرفك منيح 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 منيح، وهاي اول مرة بسمعك عمالك بتحكي هيك. مش قادر صدق، مش قادر صدق اني مشتاق لكل هذول. قديش الواحد ممكن يلعب في الحاسوب، يشوف تلفزيون، قديش قديش قليلي. انا كمان مشتاقه للحياه العاديه، كمان انا مرات بزهق، بس اسه عم اشغل حالي، يعني طلع كلبه وبمشي معها، بساعد امي وابي، وزعت قطايف على الجيران. والله 100 متر 100 متر بس. عن جد؟ ايه والله. وانت لحقتي لما كنت تنق يا نقاق. زهقون 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 زهقون. شش عندي فكرة، والله عندي فكرة، بدي اكتب رسائل للمعلمين. شايف هيك شغلت راسك وشغلت البطيخة كمان تقسى. وبدي اكتب لكل الصحاب كمان رسائل، لكل صحابي رسائل عن جهاد وإلي وحدة. بس إذا بتوعديني تعطيني قطايف. بعطيك قطايف ولا يهمك، بعطيك قطايف. يلا روح اكتب لي رسالة، اكتب للمعلمات كلياتهم. باي باي باي. رمضان كريم، الوقاية واجب شرعي واجتماعي. للمزيد من المعلومات زوروا موقع الطوارئ الوطني info.orf.org.il.